حد الرده. وهل يتناقض برضو هذا مع ايه؟ مع حريه الاعتقاد وحريه الفكر وحريه السلوك الى اخره. ايه واضح انه بتناقض طبعا، انه بتناقضش، لا بتناقض، حد الرده يتناقض. ليش؟ طبعا هذا موضوع طويل وارجو ان اوفق في عرضه ان شاء الله هيك في 10 دقائق، موضوع طويل جدا ومعقد فعلا. واحد يا اخواني، يعني ليس من العادي ان يكون موضوع مثل هذا يتعلق ايه بالدماء، قتل، في قتل يعني قتل الانسان. ولا يذكر في كتاب الله في آية واحدة، مش معقول. يعني حد السرقة مذكور صحيح، حد القذف مذكور، حد الزنا مذكور، الحرابة مذكور، والقصاص طبعا عندنا احنا بيعتبروه غير حد، لكن هو يعني له اسم خاص مذكور. لكن حد يتعلق بالقتل، قطع الأعناق، مش مذكور بالمرة. والمذكور في كل آيات كتاب الله عكسه تماما، روح القرآن الكريم مضادة تماما إيه لهذا الحد. والكريم على لسان الأنبياء جميعا أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، هذا مش صحيح. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكم دينكم ولي دين، إن حسابهم إلا على ربي لو تعلمون، هذا مش صحيح. الحساب عنده، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، الاختصام عند الله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني قضية الله يريد هيك، اختلاف الناس في العقائد والأديان والمذاهب والملل، الله بده هيك، الله يريد هذا، سنة كونية، هذا مش صحيح. ولذلك خلقهم وقال لك كل واحد حر، ولكم دينكم فعلا ولي دين. هذه روح القرآن الكريم. هتقول لي بس النبي خالفها؟ لا، ما خالف النبي ابدا. هتقول لا هو اللي قال اقتلوا مقتول. لابد ان نعيد قراءه هذه الاحاديث النبويه الصحيحه، لن نشكك في صحتها، حديث الصحاح ثابته حقيقه، حديث قتل المرتد وكذا، لكن النبي ايضا اتفق مع روح القران وخالف هذه الاحاديث، وفي غير مره، ومخالفه صارخه، والنبي لا يتناقض، مستحيل صلى الله عليه وسلم. اذا المساله لابد ان تقرا قراءه جديده، لابد ان نفهمها من زاويه جديده، ايش اللي بصير، ايش اللي صار، مش بهالبساطه هذا انه خلاص مرتد يقتل وانتهينا. ادعاء الانسان طبعا اهتدى الاسلام بكون ايه بلغ ايه ذروه التفكير العقلي وقمه الاجتهاد في الفكر وخلاص، مش صحيح، بالعكس بكون في مرحله فكريه قد يعن له بعد سنه سنتين بعد 10 سنين وتعرض له شبهات معينه تجعله يكتشف هو على الاقل في ذاتيته انه خياره باختيار الاسلام كان ايه كان غير صائب وغير سليم، فبده يبدو له يعني يقول لك انا بدي ابطل، عادي مع السلامة، ايش نعمل لك؟ ايش نعمل لك؟ نقتله؟ لا ما نقتلوش، مش صحيح. لماذا نقتله؟ النبي لم يقتله، كيف؟ النبي لم يقتله، حصلت نفس هذه الحالة والنبي قال له ايش عمل لك؟ خلاص روح سيبوا النبي. والحديث في الصحيحين، حديث في البخاري ومسلم عن الرجل، وحنشوف ايش الفرق عاد. طبعا كون النبي قتل المرتدين ولا مرة كما قال ابن الطلاع في احكام القرآن، قال لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل مرتدا. اللي قتلهم كلهم مش ايه بجريمه الرده، باسباب اخرى مذكوره وواضحه. تصور، اما انه قتل واحد لانه مرتد، النبي لم يفعل هذا. امر بقتل المرتدين، امر وثبت عنه هذا. ارتدوا ناس ولم يقتلهم، طب ايش القصه؟ بدنا نفهم النصوص بطريقه واحده لا تتناقض بها النصوص، بل تتآزر وتتضافر ان شاء الله وتتداعى الى تقرير معنى واحد نقبله. وتقبل به روح القران، وهذا ممكن جدا بفضل الله وسائل. جاء هذا الرجل في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين وأسلم، وبعدين بدله وبعد كم من يوم هيك الرجل هيك ما عجبوش وضعه كله، فقال له يا محمد أقلني بيعتي، ومصرح في رواية في البخاري بايعه على الإسلام، مش على الهجرة أو الجهاد، على الإسلام، الرجل داخل الإسلام، قال له أقلني بيعتي، بطلت بدناش هالشغلة هذه. فالنبي أعرض عنه، بهلك حاله هذا الأحمق، أعرض عنه ما بدوش. ليش؟ فرجع يا محمد أقلني بيعتي، أعرض عنه يا محمد وفي كل ذلك يعرض عنه. فولى الرجل، أي بتكاش تقيني، أنا أقلت نفسي خلاص، رجع للصحراء، أعرابي هو جاي من الصحراء، من قلب الصحراء، مش من غطفان، مش من ثقيف، مش من قريش، مجتمعات معسكرة ضد إيش المدينة في حالة حرب، لا وإنما من الصحراء، يعني في حالة تسالم مع الرسول، ما فيش مشكلة مع الرسول كان ولا مع مجتمع الرسول. النبي اكتفى بالتعليق عليه، قال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، المدينة كالكير، ككير الحديد، تنفي خبثها وينصع طيبها، اكتفى، لم يقل ايه اتبعوه، ائتوا به، اضربوا عنقه، ابدا ابدا. هاي واحد. اثنين، عندنا مشكلة اصعب من هذه بكثير، مشكلة المنافقين.
صحيح؟ الذين كفروا وارتدوا وجاهروا بذلك وطولوا ألسنتهم وقلوا أدبهم وما تبوش وفي رأسهم رأس النفاق الخبيث، ها؟ عبد الله بن أبي بن سلول الذي شبه أشرف خلق الله، من هو أشرف من عرش الله. قال ابن القيم رحمة الله عليه عبارة مبكية والله العظيم، قال سئل أبو الوفاء بن عقيل، وابن القيم وافق عليها في بدائع الفوائد لابن القيم الأجزاء الأربعة هذا، قال سئل أبو الوفاء بن عقيل أيهما أشرف، الكعبة المشرفة أم الحجرة الشريفة؟ فقال إن كان السؤال عن الحجرة بذاتها فالكعبة، وإن كان السؤال عن الراقد في الحجرة قال فلا العرش ولا حملته ولا الملائكة ولا شيء في الكون. ما في بس عن الرسول نفسه جسده أشرف من عرش الرحمن، الرسول أشرف من عرش وأشرف من جبريل ومكائيل وأشرف من كل شيء آخر، مش من الكعبة. شو الكعبة؟ أما إذا الحجرة كحجرة لا، الكعبة أشرف منها. هذا الرسول الخبيث الملعون ابن سلول هذا يقول ليخرجن الأعز منها الأذل، لا أجد لنا ولهم مثلا إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك. أتريدون كفر صلعاء شنعاء بشعاء قبحاء أقبح وأشنع وأصلع من هذه؟ والنبي مع ذلك إيه؟ كفنه في جبته وصلى عليه وأبى أن يقتله، والصحابة قالوا اقتله اقتله يا رسول الله الملعون هذا الخبيث الكافر البذيء، وفي يستحق ألف قتلة وشر قتلة، يستحق ألف قتلة بشر قتلة. أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ طب إيش علاقة هذا بحد الردة؟ هل هذا يعطل حد من حدود الله؟ طب ليش ما قالش في موضوع الخزيمية هذه إنه المخزومية إنه كذا كذا؟ قال لا، ورفض شفاعة أسامة وغضب غضبا شديدا، وإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه إلى آخره. ولو سرقت وذكر سيدة شريفة عليها السلام لقطع محمد يدها، وعارفينها من هي عليه السلام. ليش هنا ما اعتذرش النبي بحكاية أن يتحدث الناس؟ الموضوع مختلف. الإمام أبو محمد ابن حزم طيب الله ذكره وثراه في كتابه المحلى شرح المجلة، كتاب الفقه الظاهر العظيم هذا، المجلة متن بسيط وشرحه فيه 9 مجلدات كبيرة، كتب زهاء 50 صفحة أدعوكم إلى قراءتها. ثلثا هذه الصحائف يعني يطحن ويعجن المسكين في يريد أن يثبت لنا أن النبي لم يقتل المنافقين لأنه كان لا يعلمهم. وفشل ابن حزم طبعا، والفشل كله في جانبه، لأنه هو ابن حزم مش قادر يستوعب أنه في احتمالية أنه قتل المرتد مش حد، مسألة أخرى مش حد شرعي ثابت كالسارق وكذا كذا، مش مستوعب أنه هذا حد. لكن في كفار ارتدوا لهم مين؟ المنافقين، والقرآن سجل عليهم بالكفر والردة. قالك لا، النبي ما يعرفهمش، في كفر بس ما كان بيعرفهم، لو بيعرفهم كان قتلهم، واللي عرفهم تابوا. والأدلة أكثر بكثير من أن تذكر على على عدم وعلى وهاء كلام ابن حزم، ولا وكان بيعرفهم والصحابة وإحنا عارفينهم اليوم كمان، وفي رأسهم اللعين رأس النفاق، وما تابش وما اعتذرش وما رجعش، صح ولا لا؟ ابن حزم فشل أن يفسر هذا الجانب الكبير في السيرة، رغم الصحيح هذا حقائق. لماذا لم يقتلهم؟ هاي واحد. ثلاثة، ابن حزم عنده عبارة في المحلى إيش بقول؟ بقول من اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولقي ربه ولله عليه حد في أحد من خلقه فقد كفر. شوف العبارة البليغة القوية، يقول أي واحد فيكم يعتقد أن النبي لقي ربه يعني مات ولله عليه حد في أحد من خلقه فقد كفر. إذا بتظن أنت أن النبي عطل حدا واحدا في مرة واحدة في واقعة واحدة عطل ولقي الله والحد معطل، بتكون كفرت. النبي يقيم الحدود ولا يتساهل فيها، صحيح؟ طب كويس، هايو مع المرافقين وحاولت انت وما قدرتش تنجح، ما اقامش الحدود. مع البدو الاعرابي هذا ما اقامش الحد فيه وسيبه، والحديث في الصحيحين اصعب من هيك، راح وقع وثيقة مش يعني وقع عليه مش بخط يدي طبعا لانه ما كان لا يكتب، لكن طبعا وافق عليها وثيقة الصلح في الحديبية، وهذا مذكور فيها بشكل واضح انه اذا واحد من اصحابك او جماعة تركوك ورغبوا عن دينك وملتك وارتدوا والتحقوا بنا لا تطالب بهم. المفروض تقول لهم لا، كيف لا أطالب؟ حد من حدود الله يجب
أن أطالب بهم لأقيم فيهم إيش؟ حد الله. قال ما عنديش مشكلة، خذوهم في 60 دقيقة. غريب موضوع الحديبية، كيف وافق عليه النبي؟ مزبوط؟ ويتعارض على طول خط محد الردة، كيف؟ كيف وافق؟ في الحقيقة النموذج البسيط الذي يمكن أن يفسر كل هذه الأشياء المتعارضة في الظاهر هو التالي، والله تبارك وتعالى عنده العلم والحكم. إيش هو؟ أن النبي حين أمر بقتل المرتدين إنما قتل المرتدين المحاربين الذين تدل السياقات كله على أنهم محاربون. والدليل على ذلك يا أخواني، دليل على ذلك أنه في الظروف التي تنتفي فيها الحرابة وتختفي فيها شبهتها النبي كان لا يطالب إيش؟ بالقتل، مثل موضوع الحديبية، لأنه إيه كان فيه صلح سلام، هذا العشر سنين سلام، ما خلص قريش لا تقتلنا، مش هنقتلها، يعني الحرب وضعت أوزارها والآن نحن إيش؟ متسالمون، نحن في سلام. قال ما في مشكلة عاد، واحد يحب يكفر يكفر، هو حر، لكم دينكم ولي إيه؟ دين، لأنه ما في حرب، إحنا أمرنا إيه بأن نقتله عشان إيش؟ لأنه أصبح حربا علينا وإلبا ضدنا، وإلبا إيه؟ ضدنا وعلينا. أما وقد وضعت الحرب أو شو، النبي متسخ مع نفسه. المشكلة العقل الفقهي مرات بيفكر نفسه يعني إيه؟ يفهم النص من جميع جوانبه بشكل دائما مطلق وصحيح، مش صح. مرات العقل الفقهي يخصو عن فهم إيه؟ فعلا إيه النص بدقة، يأخذه من جانب معين ويتورط في أشياء ويقول لك حدود مش حدود، مش حدود هذه، مش حد هذا النبي عطل معطل، لا أبدا. البدوي العربي هذا واضح إنه ما كانش إيه؟ متحيز إلى فئة في حالة حرب عسكرية مع مجتمع المدينة أبدا، بدأ من وراء شويهاته وغنيماته والنبي عارف حالته، قال خليه يكفر يرجع ايش نعمل له؟ عاود باسمه اللي بده، لكن هو حر لأنه مش محارب. ها؟ المنافقون في المدينة واضح أنهم لم يكونوا محاربين فعليا يا إخواني، صحيح؟ أها خلاص هنختم إن شاء الله في دقيقتين. المنافقون لم يكونوا محاربين فعليين، بالعكس كانوا حتى بروحوا إيه في الجهاد مرات في الصفوف وكذا، لكن بخذلوا كانوا مرات الخبثاء، ويبغون الخبال لكن بروحوا ويظهرون حتى إيه الإسلام، لكن يظهر منهم الكفر والردة غير مرة وعادي، النبي لا يقتلهم، اتركهم، مش مأمور إيه بقتلهم، واضح؟ إذا النبي، والذي يعني يدل لذلك الحديث الذي أخرجه النسائي وسنده قوي بفضل الله عن عائشة، حديث الثلاثة الذين يقتلون لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، احنا عارفين الثيب الزاني والنفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق الجماعة، هذا في الصحيحين، هذه الصيغة واضحة. قال العلماء من قديم قالوا التارك لدينه المفارق للجماعة صفة كاشفة مش مستقلة، لا مستقلة. زمان النبي لما قال النبي هذا الحديث فعلا كل من كان يترك دينه ما بترك دينه ويقعد في بيته، كان إذا ترك دينه لابد أن يتحيز إلى فئة هيك، هي مجتمعات قبلية، مجتمعات إيه معسكرة ومتحاربة كانت، رغم الصحيح ما في زي اليوم على فكرة مجتمع على أساس المواطنة وممكن هذا يكون مسلم وهذا يهودي وهذا بلا دين عادي، لا المجتمع كان على أساس إيه؟ على أساس الدين والاعتقاد، وكان في حرب، حرب قائمة بين إيه المعسكرين، فإذا ترك الإسلام حيسمع الكفار ويحمل السيف، فمعناها الردة تساوي ماذا؟ الحرابة. لذلك في رواية النسائي بسند قوي عن عائشة إيش قالت عاد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يحل كذا كذا، ما قالتش التارك لدينه المفارق للجماعة، سمعتها من النبي، قال ورجل، بدل التارك المفارق للجماعة ورجل خرج على الله ورسوله بسيفه، هذا هو خرج محاربا، عفوا خرج محاربا بسيفه لله ورسوله، صرح النبي هنا في هذا اللفظ عند النسائي بأنه إيه؟ محارب. الآن فهمنا لماذا خلى القرآن من حد الردة، في الحقيقة لم يخلو بل ضمنه ضمن حد ماذا؟ الحرابة، في حد للحرابة، فسواء أكان المحارب مرتداً أم لم يكن مرتداً المحارب محارب يقاتل ويقتل، شفتوا؟ أما إن كان المرتد غير محارب فهذا لا يقتل يترك، ونعمل فيه إيش؟ الآيات لكم دينكم ولي إيه؟ دين. أما إن كان محارباً فهذا الذي لا يترك، وهيك بصير الإسلام فعلاً، سبحان الله بصير فعلاً شريعة معقولة، معقولة ورحيمة، وفيها حرية، حرية اعتقاد وحرية فكر وحرية تدين ومتسقة مع نفسها، الآيات متسقة مع نفسها، الأحاديث متسقة مع الآيات، الأحاديث متسقة مع السيرة ومع الأحاديث الأخرى، ما فيش أي تشاكس ولا أي تعارض، كل الأمور يتسعى ببعضها البعض، لكن وفق النموذج القديم في فهم. فأعتقد إن شاء الله هذا يعني إيجاز أرجو أن لا يكون مخلا في الجواب عن مسألة الردة، وهي المسألة طبعا يعني أنا شايف أنها دائما تثار بطريقة أو بأخرى.